ديتد مره 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 ديتد. ابارتي مو يلعب سنيك ناو. اوكي عندنا فور كنعان فيرسز موم. موم سنيك زي ما دون جيسي تكلم لي قبل شوي يقول موم فور ديفنس يعني استخدم دي فورس حاول نسوي كنترول للعب كيف يس. كمان اللعب ضد موزا بي يعني بطريقه ديفنسيف اشوف انه مره هو الاوبتيمال لانه موزا شويه يعني كيف اقولها بطريقه حلوه محشم بطريقه حلوه ف يس. بس انه اجين نفس اللي كان قاعد يسويه ضد غسان النوتشل بي حقت دونكي كونغ فيها سوبر ارمور ف... ايوه قاعد يستخدم سوبر ارمور عشان جو ثرو السي 4 جو ثرو البومز واهم شيء جو ثرو نيكيتا والاب سماش اخذ السوق الثاني مره ثانيه بالفول شارج نوتشل بي. الناس اللي يقولوا دي كي ما يعني كاونتر للفورور الاب حقه حق اقول لا 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 سو فار كل نوتشل بي جات سقعه عنده 100% هيت ريت عليه. فدحين انا عشان اساعد موم شويه فانا بحاول احسد موز شويه اركيز كومنتيتور حست شوف قلت لي ها نفع ولا لا نفع ولا لا. عموما حلو موزا كان عنده الجراب انفنسبلتي اول ما سوى الاب ثرو الدمج البومب اخذها بس مو هو تنك على الضربه كذا. سبيكينج اوف بومبز مسك واحده لا الماتش خلص مره بسرعه الماتش خلص مره بسرعه. موزا الترا اوفنس الترا اوفنس ما بقول لك سوبر اوفنس هاي الترا اوفنس اصلا يس اكوردنج تو ماني بيبل اللون اللي قاعد يستخدمه سوبر سايان سوبر سايان مونكي ايوه في كنترولر لا يكون لا مو سناك الا يمكن سناك لا غصان فصلناه سناك 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 اظن سناك معنا شوي يا جماعة في كنترولر مش بوك بروكن كنترولر شكل بروكن كنترولر تباور بلوك يعني صراحة كنا قبل يعني قبل وقت ما كان عندنا كنا عايشين بسلام لازم تشبك كل شيء بسلك حياتنا سهلة we got bluetooth we got bluetooth please one bluetooth يعني شوفوا لنا حل معنا احتاج بانز تبقوا على الستيج لحد طبعا شوف الفن يس ذس ذا باور اوف ماريو مون يعني شوف بداوا الجيم جيم 2 حاليا شو تسوي برو؟ هو متراين كيف كل دستك فايت ناو؟ اخذ اول ستوب كله اول ستوب انه كان عاد زي قبل 100 كيدكم علق معاكم او موزا قاعد يلعب مع انذر سنيك ذات سو ساد لا بس دخل اول جيم اوكي موزا اخذ اول جيم موزا خسر اي او منه او ماي جاد داش اتاك
يعني لاحظنا موزة قالت تستخدم ماشينج التوالو انت يا اير الجمبر كود هيز جمب ارجع تاك انتو دينج دون دبل باك اير يو انذر جراب السلام عليكم يو هيكو راح تسوي دينج دون النير ماش ياخذ الجيم الثاني الجيم الثاني موزة فير نايس موزة وذا انتم حاليا We are going. See you soon. Farkum just fucker but Hijba. Damn. So with a huge moment. And then موزة, انا ما شفت جيم 2 معلش شغلت شويه بس جيم 1 كان اوفنسيف اوف اول اوفنس حقته مره اون بوينت مره قدر ياخذ رتب يعني خاص عجيب ايوه ترى استخدم بلاتفورم دنيس ماتش اب دنيس ماتش اهم شيء طلعت اون ستريم خلنا شويه معلش هاشتاق اي بي اي ايش قصدك قرد عليه يعني ولا ايش؟ انا اسبب مشاكل عرفت؟ وظيفتي اكوك بينك. حلو عندك دنيس ماتش اب لما تعصب من عمك مره تروح تروح تنزل له السوالف حلو انا اشوف انه الماتش اب هذه لصالح ديدي كونغ دي كي جسمه مره كبير البنانا بتجيب فيه له العيد بس انه في نفس الوقت البنانة في يد دونكي كونغ مرة تخوف مرة تخوف ماسك البنانة ما خلص منها لا ما خلص بيقول له انا ماسكها هنا طيح اوكي هاويفر عندك ديدي كونغ النير حقته اي بليف انها كانت سيف اون بلوك ف وكمان هي كومبو ستارتر ف يس فانه انك تسوي له ابروتش دي كي من فوق شويه كويس بس انه في نفس الوقت عنده الاب اير حق الدي كي تعور مره شعره يابس مره ايه ف كذا بالنفس السبايك هذا اللي عنده في الشعر كذا إيه؟ يدخلها في بطنك بطنك يقطع يعطيها في بطنك ف يا 100% ايج اي عنده رينج عنده رينج بس انه البرسنتج مره قليل على موزة فما اظن انه راح يسوي فرق اب تلت اب اير اب اير الاب اير الثاني ما سقعد يموت بسرعه كونج يعني اوه لا 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 في مشكله هنا انا ما حبيت اتكلم بس انه كان ترك اللج معناته الموزة لو راح اعطاه له داون سماش كان كان يس كان اوكي الحين هو عنده مصيبه لا 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 ما تترك ما تترك هذه لدونكي كونغ ما تترك الموزة ما تترك الموزة الموزة ما تترك ما تترك الموزة الموزة لأنه بيزحقك ويعطيكم ألو شيء المهم That's a huge combo والله العظيم بصراحة لعب موزة هنا مرة حلو مرة موزة رهيب اليوم بصراحة يعني اوفنس يعني رش داون جرابلر